أعزائي المستمعين، بنرحب اليوم بدكتور سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة. أهلا بك دكتور سماح. طبعا أنت عارفة أن قطاع الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات التي يحتك بها المواطن، فمسألة مواكبة خطوط الموضة أو شراء ما يلزمه ويحتاج إليه من ملابس أمر يكاد يكون مستمر على مدار حياته، ومن هنا كان من الواجب طرح أسئلة واستفسارات العديد من المواطنين. نورانا، مرسي. والنهاردة راديو الأهرام عايز يوصل معاكي للعديد من الإجابات على استفسارات وأسئلة تخص الملابس الجاهزة وصناعتها في مصر. تمام. كنا عاوزين نسألك بقى، بما إن مصر زي ما قلنا بقى إن هي صناعة الملابس الجاهزة وكانت رائدة في صناعتها، بنلاحظ إنه حصل شيء من التأخر في هذه الفترة بالمقارنة بالدول الصناعية الكبرى، يا ترى ده ليه؟ خلينا بس نتكلم قبل ما نقول السلبيات أو نقول إحنا ليه اتأخرنا، ويمكن ده هيجي دلوقتي في سياق الكلام. خلينا نقول إن إحنا في الوقت الحالي إحنا بنمر بمرحلة يمكن تكون استثنائية. طبعا خلينا نقول مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصناعات وتحديدا قطاع الملابس الجاهزة، ان دلوقتي هنرجع تاني ويمكن احسن من الاول. هنعمل او بنعمل او عملنا، خلينا نقول برضه عشان في حاجات كتير قوي جاية لسه في قيد التنفيذ ان شاء الله، وفي حاجات بتتنفذ دلوقتي. حاليا في مدينة للغسل والنسيج في مدينة بني سويف، دي هتبقى مدينة، أكبر مدينة في الشرق الأوسط على مستوى صناعة الغسل والنسيج إن شاء الله، ودي في وقت قريب جداً هيتفتتحها بإذن الله. وهنرجع بقى للعصر الذهبي في صناعة الملابس، أنا طبعاً هتكلم عن الملابس بس. فخلينا نقول إن إحنا أيام الأربعينات كانت مصر مشهورة جداً بالقطن طويل التيل، بزراعته وتصديره، كانت متفوقة جداً في صناعة الملابس في الفترة دي والأوائل في الصناعة دي. ويمكن بعد شوية ظروف، منها انفتاح اقتصادي وشوية تفاصيل مش عايزين نخش فيها، خلينا نقول إن بدأت بعد، يعني خلينا نقول مع الانفتاح شوية بدأ يحصل إن المستثمرين بدأوا يتجهوا للقطن قصير التيلة. القطن قصير التيلة بيخش فيه خامات صناعية شوية غير القطن طويل التيلة. القطن طويل التيلة هو منتج قطن 100%. أنا عايز أقول لحضرتك دلوقتي الناس كتير قوي بتدور عليه، وأنا واحدة من الناس بدور عليه، وناس كتير جدا بتحب تلبس القطن ده لأنه هو صحي 100%، ومع الأسف يمكن دلوقتي بقى إنتاجه قليل وسعره بقى مرتفع جدا، فأثر على صناعة الملابس الجاهزة بالضبط. لكن في الفترة ما بين الأربعينات والسبعينات كانت مصر متصدرة المشهد في صناعة الغزل والنسيج، وتقريبا كان معظم المصريين، لا كان كل المصريين بيلبسوا القطن طويل التيلة. نرجع نشوف ده في الملابس زي البيجامات الكستور، حاجة عارفة خامة الكستور ده قطن طويل التيلة، كان من رئيس الجمهورية كان بيلبس، يعني كل فئات الشعب من أول رئيس الجمهورية لأقل حد في الشعب كان بيلبس الكستور. طبعا بدأت زراعته تندثر شوية، اللي هو طبعا من خلال القطن طويل التيلة مع الظروف اللي احنا مرينا بيها، الظروف الاقتصادية شوية. لكن احنا الفترة دي ان شاء الله احنا بنحاول بدورنا ومع توجيهات الدولة طبعا والقيادة السياسية ان احنا نرجع للعصر ده، من خلال ان احنا نرجع نعيد زراعة القطن ده بكميات كبيرة، وان احنا نحاول ان احنا نسيطر على الوضع زي الاول واحسن كمان ان شاء الله. ان شاء الله. بتبلغ قد ايه نسبة الخامات المحلية في صناعة الملابس الجاهزة لو قارناها بالخامات المستوردة، يعني زي الزراير، السوستة، ده المستلزمات الخاصة بالإنتاج. مستلزمات أيوة. الإنتاج عندنا في تصنيع كامل 100% منتج مصري، عندنا مصانع بتعمل الكلام ده،
يعني موجود عندنا في المناطق الصناعية زي مدينة 6 أكتوبر ومدينة العبور الصناعية، العاشر من رمضان، كل ده عندنا مصانع بتنتج زرار وبتنتج سوستة وبتنتج كل المستلزمات، حتى أصعب ما يمكن فيها اللي الناس كانت بتروح تستورده من بره عندنا مصانع بتنتجه 100%. ولكن لا يزال الملابس الجاهزة يعني بنسبة 100% منتج محلي بالكامل، لا يزال هناك ملابس أقل من 100%. عندنا بعض المستلزمات والمواد الخام اللي بيتم استيرادها طبعا من الخارج، الحاجات اللي هي خاصة الألوان الروماتيريالز اللي هي الصناعات الأولية في الصناعة، في عندنا الخامات الأولية اللي بتستخدم في الصناعة دي، يعني بتبقى شوية بعض المواد الخام اللي بتبقى مجهزة لتصنيعها هنا. إن شاء الله الخطة اللي احنا شغالين عليها دلوقتي ان شاء الله هيبقى عندنا احنا الرو ماتيريالز واحنا اللي هننتجها، وهيطلع منتج مصري 100%، منتج محلي بأيادي مصرية بصناعة مصرية 100% ان شاء الله، وده هيبقى قريب مش هيبقى بعيد كمان. إن شاء الله. لكن في الفترة الحالية النسبة قد إيه المصري يعني للمستورد؟ خلينا نقول 50 و50، 50% وخمسين في المية تقريبا. قريبا يعني في فترة قد إيه تقريبا نقدر احنا نقول إن المنتج ده عندنا 100%؟ يعني خلينا نقول لو قلنا 20-30، بس ممكن قبل كده كمان إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله طيب لو قلنا الملابس الجاهزة بالنسبة لمصر وصناعتها للملابس الجاهزة وتصديرها للخارج، وإنها تكون في مستوى المنافسة للصناعة الأجنبية، هل فعلا بيحصل تصدير للمنتج المصري من الملابس الجاهزة للخارج؟ طبعا طبعا. عندنا كمان 2022، الفترة اللي احنا فيها دي الربع الأول، حققنا في ظل ظروف صعبة جدا، ظروف عالمية طبعا احنا متأثرين بيها كصناعة محلية، بس الحمد لله احنا قدرنا نصدر وعملنا حاجة كبيرة قوي. احنا في الربع الأول من 2022 كان عندنا زيادة في التصدير، وده الحمد لله احنا محافظين عليه، يمكن زاد كمان بالمقارنة بالسنة اللي فاتت. احنا تخطينا في التصدير حوالي نصف مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2022، وعندنا 25% زيادة للصادرات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أنا بعمل مقارنة بالسنة اللي فاتت العام ايوه الماضي، عندي 37% زيادة للدول العربية مقارنة برضو بالعام الماضي. صدرنا بحوالي 76 مليون دولار بالمقارنة بالسنة اللي فاتت، كانت طبعا حوالي 56 مليون دولار. بالنسبة لأوروبا بتيجي في المرحلة الثالثة، كان عندنا تصدير أو صدرنا الحمد لله ب 114 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 92 مليون دولار بالمقارنة بالعام الماضي. وكمان احنا في اتفاقيات ما بيننا وبين دول كتير قوي فيها تعاون بالنسبة للتصدير، فإن شاء الله الفترة الجاية دي الوضع يكون أفضل من كده بكتير. بالنسبة لشعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة، هل وضعت خطة لمسألة إنتاج منتج يستطيع أن ينافس المنتج العالمي، وخطة للتصدير على مراحل تدريجية؟ يعني هل كان للشعبة دور في عمليات التصدير؟ طبعا احنا بالنسبة لدورنا في الشعبة احنا بنساعد وبندعم العملية التصديرية من خلال المعارض الخارجية، يعني احنا بنشجع من المصدرين ان هم يشاركوا في المعارض الخارجية، في معارض كتير قوي احنا بنقول لهم عليها، معارض كتير تبع الدولة، معارض كتير فيها شراكة ما بين مصر وما بين دول تانية. فان شاء الله الفترة الجاية دي هيبقى في سلسلة كبيرة من المعارض بتخاطب دول كتير، ويمكن احنا تركزنا في الاول دلوقتي بالنسبة للسوق الأفريقي، يعني المنطقة الأفريقية بالنسبة لنا سوق خاص بيقدر ياخد مننا شغل كتير قوي بالمقارنة بدول تانية إن شاء الله.
طيب كنت قلتي لي كده في كلامنا انه في ظروف قاسية كانت بتواجه او ربما لا تزال تواجه صناعة الملابس الجاهزة في مصر. طيب زي ايه الظروف دي؟ يعني كورونا والحرب الروسية، طبعا هل أثرتا على صناعة الملابس في مصر؟ طبعا، احنا كان قبل موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية كان عندنا مشكلة كبيرة هي مرتبطة بالكورونا، بجائحة الكورونا. احنا بنتكلم من آخر 2019 لحد النهاردة، كل ده أثر لأن ابتدت الأولويات الخاصة بالمستهلك تتغير. المستهلك النهاردة بقى يفكر في أولوياته وعنده محليا ودوليا. في كل حتة، في كل حتة أثرت كتير جدا، وما زلنا بنتعافى يعني، وما زال الاقتصاد بيتعافى في ظل الظروف دي. وبعد كده احنا ما لحقناش، يمكن مع بداية التعافي حصل موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية، يمكن ما كناش متأثرين بيها بالنسبة لقطاع الملابس قوي، بس الموسم الجاي أو بدءا من الموسم ده بدأنا نتأثر بيها. يعني احنا دايما التصنيع بيتم من قبل الموسم بتاعه بحوالي 6 شهور، فإحنا مصنعين شغل موسم الصيف الحالي من قبل الأزمة الروسية الأوكرانية بفترة، وكان موجود في المخازن متصنع مثلا من حوالي 10 شهور، يعني احنا بنصنع قبلها بحوالي 6 شهور. المهم ان هو كان قبل الأزمة الروسية، فطبعا كل الإنتاج ده كان موجود في المخازن ومتشال لحد الوقت بتاعه عشان يبتدي يتم عرضه لكل تجار الجملة وتجار التجزئة. فطبعا ما كناش حاسين بأي تأثر، والمستهلك ما كانش حاسس. يمكن التأثير اللي كان حصل في فترة كان بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في العالم كله، ودي كانت نسبة بسيطة مش نسبة كبيرة ومحدش حس بيها. احنا دايما المقارنة، دايما بنقارن ما بين الموسم الحالي والموسم اللي قبله بالنسبة لموسم الشتاء القادم اللي هو 2022 23 ان شاء الله، المفروض يبقى فيه نسبة تأثر. لكن القيادة السياسية عملت حاجة لطيفة جدا وخفضت 150 صنف في التعريفة الجمركية بتاعتهم، فده يقول حاجة جاية إن الأسعار بتاعت الشتاء إن شاء الله هتبقى أسعار مخفضة وهتبقى أقل من الموسم الشتاء اللي قبله. فإحنا كده مش هيبقى محطوطين تحت يعني مشكلة الأزمة الروسية الأوكرانية. هي أثرت إزاي المشكلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الصناعة؟ رفعت أسعار الطاقة في العالم كله، فده بالتالي أثر على الأسعار، منتجات كتير. المنتج النهائي. بالظبط كده. طيب هو فعلا يعني في الفترة الأخيرة دي يعني لاحظ المستهلك إنه في ارتفاع في الأسعار بشكل يفوق قدراته الاقتصادية، خاصة إنه يعني الجميع على جميع مستويات المجتمع في ضغوط اقتصادية بيواجهها المواطن. فأسباب ارتفاع الملابس في الفترة دي، وهل يعني هناك أمل لخفض الأسعار؟ حضرتك بتقولي إنه هيكون في خفض خلال الموسم الشتوي، هل هيستمر معانا أو هل هيكون في ارتفاعات تانية، حالة من التذبذب السعري؟ خلينا نقول إن دايما الأسعار مرتبطة بشوية ظروف كتير قوي، ظروف هنقول حرب زي الأزمة الروسية الأوكرانية، زي أزمة برضو الكورونا. احنا مش عارفين يعني، الحمد لله احنا الموضوع ما بقاش زي الأول وبقى فيه إجراءات احترازية، الناس كلها دلوقتي بقت تاخد اللقاح ويعني بدأ الموضوع يقل، فبدأ يخلي الناس عندها أريحية شوية. بس خلينا نقول إن موضوع الأسعار مش بإيدينا، احنا عندنا أسعار عالمية. لو قلنا الأسعار بتاعت الطاقة عليت فهي أوتوماتيك بتعلي كل حاجة. وشوية تفاصيل تانية احنا ما نعرفش بكرة هيحصل ايه، بس خلينا نتكلم في الموسم الجاي ان شاء الله نقول ان هو هيبقى الأسعار بتاعت الخام هتبقى أقل من الموسم اللي فات، وبالتالي ان شاء الله هتبقى الأسعار هتكون مناسبة. طيب بالنسبة لدور الشعبة، هل ليها دور في مسألة الحد من الارتفاعات السعرية؟ هل هناك اجتماعات يتم الاتفاق فيها بين التجار إنه هنخفض الأسعار، أو تحديد هامش ربح للتاجر بحيث إنه يكون في خفض للأسعار يلمسه المواطن؟ طبعا من خلال التوعية احنا بنعمل اجتماعات على طول بشكل دوري، وبنعمل اجتماعات دورية كل شهر
غير لو في ظروف طارئة بنضطر ان احنا نعمل اجتماعات طارئة في الغرفة، بنقعد نتكلم في التداعيات بتاعت الأحداث اللي بتحصل ونشوف إيه المشاكل ونحاول إن احنا نزللها وإن احنا نحلها، نشوف أي مشكلة أو أي عقبة بتواجه أي تاجر أو أي مصنع وبنحاول إن احنا نحلها له. احنا بنتابع طول الوقت، لكن احنا ما ينفعش ان احنا نقلل الاسعار. بس احنا بنيجي نعمل معارض مثلا، بتبقى زي معرض اهل المدارس، بيبقى فيه معارض كتير للغرفه. المعارض دي عشان بتبقى في الغالب معارض مجانيه، وبتبقى مجانيه للتاجر، بتقدم يعني له الخدمات كهرباء وخدمات. خلينا نقول ان كان في عندنا المعرض اللي فات، كان معرض أهل المدارس، ده كان معرض مجاني 100%. ده هنقدر نقول إنه معرض الأسرة المصرية، لأن هو مش يونيفورم بس للأطفال للولاد في المدارس، لكن هو كمان كان للملابس الحريمي والرجالي، والأسرة كانت كلها بتروح تشتري. إحنا كنا بنقول للتاجر أو المصنع اللي مشارك، إحنا هنديلك المساحة دي مساحة مجانية، وده حصل بالفعل السنة اللي فاتت. هندي لك المساحة مساحة مجانية، بس تحط نسبة خصم علشان يبقى في فرق ما بين الأسعار بره المعرض والأسعار جوه المعرض، وهو كده كده يعني مش مكلف نفسه حاجة، وإحنا موفرين عليه المساحة والكهرباء وحتى الاستندات اللي بيحط عليها شغله. فبالنسبة له بياخد مساحة مجانية 100%، فأنا بقدم له حاجة هو المفروض يقدم مقابلها حاجة، فالمقابل بيبقى نسبة التخفيض. بنوعي الناس على قد ما بنقدر، بنحللهم مشاكلهم على قد ما بنقدر، لأن في حاجات كتير بتبقى خارجة عن إرادتنا، وخلينا نقول الظروف العالمية هي اللي بتأثر. بس المصنعين هم مش عايزين يعلوا، يعني يمكن كان في الموسم الشتاء اللي فات كانت الأسعار بالفعل كانت زادت، بس هم قرروا إن هم ما بينهم وبين نفسهم قرروا إن هم يخفضوا المكسب بتاعهم وما يعلوش الأسعار بالمقارنة بالموسم اللي قبله عشان يعرفوا يشتغلوا، لأن فعلا كان ظروف الكورونا كانت صعبة ومخلية الناس كل واحد معاه فلوس هو مش عايز يشتري ملابس، وبالنسبة لهم خلي الملابس نقول إيه ما بقتش من أولوياته في الفترة دي، هو محتاج يبقى عنده فلوس مطهرات وعلاج جزء متشال احتياطي لأي علاج جوانتيات. فعلا كانت هناك ضغوطات على الاقتصاديات المواطن بسبب كورونا وما جد عليه. فأصحاب المصانع اتفقوا قالوا احنا مش هنعلي الأسعار، احنا هنثبت أسعارنا زي الموسم اللي قبل، وكان في زيادة عليهم، بس هو قلل من مكسبه وقال لك مش مشكلة بس عشان الدنيا تمشي ويشتغل، لأن دي تجارته والشيء اللي بيشتغل فيه، فهو مش عايز يضحي بيه، مش عايز يقع أو أنه يجي في وقته يقف وما ينتجش. فدي كانت حاجة كويسة. طبعا بالنسبة للنسبة خلينا نقول أن المكسب اللي بيحطه أو النسبة اللي بيحطها كربح أي مصنع هي بتبقى نسبة متعارف عليها، محدش يقدر ان هو يعلي قوي لان المنافسه قويه جدا في السوق. هو لو علا هيلاقي ممكن حد عامل منتج مشابه، لو واحد اكس من المصانع عامل منتج بسعر عالي هيلاقي منتج تاني من حد تاني بسعر اقل شويه، فهو بالنسبه له ما يقدرش ان هو يعمل فوارق في السعر كبيره، فهتلاقي الاسعار كلها متقاربه. فالقطاع يمكن نقول قطاع الملابس متأثر يمكن أكتر القطاعات المتأثرة بالظروف الحالية، فهو بيحاول إن هو يدافع عن مصلحته، إن هو يدافع عن كيانه ومكانه، وإن هو ما يقفلش. هو لو باع بأسعار عالية مش هيعرف يبيع. طيب دكتور سماح، بقى من خلال وجودك في شعبة الملابس الجاهزة وهي من أهم الشعب بالنسبة للمستهلك، مع اقتراب الأوكازيون، يعني خلينا نزف بشرة لمستمع راديو الأهرام عن التخفيض في الأوكازيون المقبل، يعني هيكون في حدود قد إيه؟ مش هنقدر نقول دلوقتي هيكون في حدود قد إيه، بس هتبقى نسبة كويسة جدا، لأن الأوكازيون عموما الناس ما بتبدأش بنسبة ثابتة في البداية. معظم المحلات بتبدأ مثلا بنسبة قليلة، يجي الأسبوع التاني على حسب الكم المتواجد عنده من البضائع، يعني هو عنده مثلا المخزون عنده قد إيه، لو المخزون كبير بيحط نسبة تخفيض قليلة،
لو المخزون عنده كبير بيبتدي يحط نسبة تخفيضات عالية جدا عشان يتخلص من كل المخزون اللي عنده عشان يبتدي يشتغل الموسم اللي بعده. فنقدر نقول انها تبقى نسبة كويسة جدا يعني لسه في حدود والله يا حوية تقريبا بتبتدي من نقول يعني من 15 او ممكن قبل كده ممكن نقول من 10% ممكن توصل ل30 وبتوصل بعد كده ل50% وبتعدي بعد كده 70%. وهيبدأ امتى ان شاء الله؟ لسه ما تحددش معاده بالضبط ان شاء الله، بالاتفاق طبعا مع والتنسيق مع وزارة التجارة والتموين لسه ان شاء الله قريب جدا هنعرف وهنبلغكم بيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. امتى يقدر يعرف المواطن انه التخفيض اللي مقدم ليه سواء في فترة الاوكازيون او في يعني من وقت للتاني المحلات بتقدم تخفيضات ان التخفيض ده حقيقي، وامتى يقدر يقول لا ده تخفيض وهمي وغش تجاري؟ مبدئيا موضوع الاوكازيون ده مش اجبار على المحلات انها تشارك فيه، اللي هيشارك في الاوكازيون من اصحاب المحلات لازم بيتبع اجراءات معينه، لازم بيروح يقدم في وزاره التموين والتجاره الداخليه ويقول لهم انا عايز اشارك في الاوكازيون وبيملى استماره وبالتالي بيبقى عليه رقابه. تمام، فده اللي بيبقى عليه رقابه ده ما يقدرش ان هو يخالف لان هيبقى عليه مخالفه ومش هتبقى لطيفه بالنسبه له، هيبقى فيها غرامه كمان. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه في ناس ما بتبقاش مشاركة في الأوكازيون، ممكن يقول ممكن حد يغش يقول مثلا أنا مشارك في الأوكازيون ويجي المستهلك يعدي يلاقيه لا هو حاطط الأسعار زي قبل كده، ممكن بيبقوا أوقات حاطين تيكت ولازقين عليك التيكت تاني، وأوقات بيرفع التيكت يلاقي السعر من تحت هو نفس السعر وربما أرخص وربما أرخص. دي حقيقة. فنصيحتي لكل الناس انها اول حاجه تروح محلات موثوق فيها بتتعامل معاها على طول بشكل مستمر. كلنا لنا محلات بنتعامل معاها ما بنحبش ان احنا نغيرها، المحلات دي عمرها ما تغشك ابدا وبيبقى عليها رقابه شديده جدا، ولو حصل وحد لقى ان الخصومات او فيها غش او هو مش مشارك في الاوكازيون وبيقول انه مشارك او حاطط اسعار وهميه، من حق المستهلك انه هو يتوجه لحمايه الجهاز حمايه المستهلك ويقدم شكوى، وبالتالي هياخد حقه لو هو له حق في الحته دي. فانا بنصح الناس انها تروح تتعامل مع اماكن هي بتتعامل معها على طول بشكل مباشر، ما يحاولش ان هو يغير، ولو غير يبتدي يدور يعني. وبعدين كده كده المستهلك بقى شاطر قوي، مستهلك بينزل اول الموسم يتفرج، في ناس بتبقى يعني ما بتشتريش غير في الاوكازيون، هو بينزل يتفرج اول الموسم لقى الاسعار وعارف الاسعار، بعد كده لما بيجي الاوكازيون بينزل يشتري. ده بالنسبه للزبون الاوكازيون او للمستهلك الخاص بالاوكازيون، فهو ده بيبقى عارف كويس جدا فرق الاسعار وبيقدر يحدد انا شفت الحاجه دي كانت في بدايه الموسم بسعر معين دلوقتي هي اتخفضت، هو فعلا اتخفضت بجد، هو ده بيبقى عارف. الناس اللي بتروح على طول، في ناس بقى ما بتبقاش مستهلك، ما بيكونش مستهلك اوكازيون، ده بالنسبه له هتلاقيه بيشتري في اوقات غير الاوكازيون خالص، فبالتالي مش هيضحك عليه لان هو بيشتري باللي موجود يعني ومن غير تخفيضات كمان. لكن انا بتكلم الناس اللي مهتمه انها تروح تشتري في الاوكازيون تبتدي تركز في القصه دي كويس قوي. دكتور سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، احنا بنشكرك جدا على هذا اللقاء وعلى إجاباتك لتساؤلات المواطنين، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. مرسي لحضرتك، شكرا لك يا أستاذة سماح.